السلام عليكم ومرحبا بكم شي وجديده من شيوات ام انس. اليوم جيت وجبت لكم الشباكيه المغربيه بطريقه جديده، هي صراحه غير حصريه كما قيل في اليوتيوب مؤخرا هذا الشهر، هو انها حصريه. فالمهم شباكيه خطيره جدا مجعبه. من بعد نهضر لكم على حصريه ماشي حصريه، هذا الموضوع هو ماشي دابا غنهضر عليه. فها هي كيف ما كتشوفوا دائما كنفتح معكم في النهايه ديال الفيديو باش تشوفوا الشباكيه كيفاش عامله. فكتجي شيشه بواحد الطريقه اللي سهله جدا. انا كنشكر واحد اليوتيوبرز اللي صراحه هي اللي كتستحق التشجيع وهي اللي عملت العام اللي فات، اللي كانت العام اللي فات حصريه. للاسف القناه ديالها ما معروفاش، هي عالم الاء كيف ما كتشوفوا معايا، عالم الاء. انا غادي نخليها لكم كذلك في صندوق الوصف. هذه هي الشباكيه ديالها ونفس الطريقه والتشكيل، يعني الشباك كان من الطرف ديالها، يعني الوحيده اللي عملتها في اليوتيوب كانت حصري على القناه ديالها رمضان الفايت اللي كنت شفتها. وقيل انه دابا هي حصريه، لكن هي صراحه ماشي حصريه، يعني لا داعي للكذب وتبقاو تنسبوا الحاجات، يعني اللي سبقونا قنوات. طبعا هي ماشي عيب، انا طبعا اليوتيوب ديالي الحمد لله عندي 600,000، يعني يوتيوب كبير لي زابوني كبارين، ولكن ما نرضاش انني نهز حاجه ونقول هذه هي حصريه وكتكون قناه مسكينه عاطيه تعب وقناه صغيره جدا غير معروفه. وهذا هو المشكل، يعني القنوات الكبار دابا هي اليوتيوب. انا غادي نجيكم من الاخر، ولكن انا هذا الشيء هو كيحرقني في قلبي صراحه. انا دائما صريحه ملي كنهز الوصفه كتكون حصريه يمشي قناه، على الاقل الا ما قلتش انا ديال فلانه نذكر الاسم ديالها، ما نكتبش في العنوان ديالي حصريه. حصريا نكتبها فقط اذا كانت حقا من الاتقان ديالي انا والابداع. طبعا عالم الاء قلت لها انا غادي عجبتني الشباكيه زعما غادي نعمل بحالها، وطبعا في مقاديري الخاصه. غنخليكم ان شاء الله وزوروها، اللي زارت هذه القناه هي تخلي لها لايك وتشجيع وابوني، تقول لها جات من عند ام انس. نبقى لي غوتي نقول لكم نخليكم ان شاء الله مع هذه الشباكيه الرائعه السهله جدا جدا، بدون شباك بدون عوين، يعني كتعملوها بوحديتكم. فانا صراحه بنتي صوفيا هي اللي عاونتني فيها، فكنقول لكم غنخليكم ان شاء الله مع الفيديو المقادير وكنتمنى لكم كيف ما العاده. بالنسبه للمقادير ديال الشباكيه اللي غنعمل معكم ان شاء الله اليوم، فعندي هنايا كاس من الزنجلان اللي كيكون مصهد فقط، ما تحمروش بزاف لانه الا حمرتوه بزاف يعني تحميره كامله. وكذلك بالنسبه للوز كنهضر لكم على السمسم واللوز، يعني كتصهدوهم فقط، يعني ما كيكونوش محمرين تحميره كامله، لانه ملي كتقلوا الشباكيه ديالكم الا حمرتوهم تحميره كامله المذاق ديال الشباكيه كيجي جهيد بزاف وكيجي بحال اللي محروقه، يعني فيها المذاق ديال اللوز المحروق. فصافي عندي هنايا كاس من الزنجلان، كاس من اللوز اللي صهدتهم واحد شويه في المقله فقط، يعني كيف ما قلت لكم نصف تحميره، 100 غرام ديال الزنجلان 100 غرام ديال اللوز. عندي هنايا نصف عفوا عندي هنايا كاس الا ربع من الزيت النباتيه، كاس الا ربع من الزبده. عندي هنايا نصف كاس من الخل ما يقارب 80 او 70 مللتر، تقارب 250 مللتر من ماء الزهر. تنبعت ساليت. فعندي هنايا الخرقوم البلدي، ثم تقدروا تستعملوا ملون غذائي كمثلا زعفران شعره، ملعقه صغيره من اليانسون وملعقه صغيره من الشمر الا وهو حبه حلاوه والنفع. عندي ملعقه كذلك كبيره من القرفه، واذا كنتوا كتلاحظوا هنايا عندي حبات من المسكه او المستكه خلطتها مع القليل جدا من هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه الحبيبات، هما عملت هنا 6 حبات من المسكه، اي المسكه الحره المستكه، مع القليل جدا رشه من الملح لتوازن لموازنه المذاقات. على جنب عندي كيف ما كتشوفوا هنا خميره كيماويه، طبعا ما غنستعملش هذه الكميه كامله، فقط غادي نستعمل 8 غرامات دقيق. فبالنسبه للدقيق فكيكون طبعا على حسب نتوما غادي تجمعوا تشوفوا العجين، غنقول لكم فين يمشي. اولا لطحن الزنجلان و اللوز، بالنسبه للناس اللي عندهم ماكينه ما كطحنش مزيان، انا اليوم جبت لكم الحل كيف ما شفتوا معايا الشباكيه السابقه اللي عملت معكم هذه تقريبا شهر، فنفس الطريقه، لانه الزنجلان كان بالنسبه للماكينه ديالي انا كطحن لي مزيان، لكن كنت استعملت كميه قليله من الزنجلان. ملي كتكون عندك كميه قليله في الماكينه ما كطحنوليش مزيان. اليوم ان شاء الله غادي نجمع كلشي، وبقى معايا باش تشوفوا الطريقه. هيدا كتجيكم العجينه ديالكم ما كتقطعش نهائيا، وهو في نفس الوقت يكون حل ليكم انكم ما تشريوش اكسترا ماكينه اللي كطحن لكم هذا الشيء، هو كتعلكوا ليكم.
غادي نجيب ان شاء الله القسعه فاش غادي نعجن. بالنسبه لهذا عندي فقط دقيق كنطيح ليه فيها واحد شويه ديال الدقيق. صافي كيف ما كتشوفوا معايا كنحصل على واحد الخليط اللي القوام ديالو رطب جدا وفي نفس الوقت ثقيل شيئا ما. هانتوما هكذا ما بقاوش فيه نهائيا الشوائب لا الزنجلان ولا حتى حاجه. بالنسبه للخلاط الكهربائي ديالي باش ما يبقى لي شي هيدا يعني نستافدوا من هذا الخليط هو اللي عندنا، شنو غادي نعمل؟ غادي نعمل قليل جدا من ماء الزهر. هانتوما تقدروا تضيفوا الماء، فغادي نعمل شويه ديال ماء الزهر بهذا الشكل ها هو، وغادي نخلط جيدا بهذه الطريقه. ها هي الخرقوم البلدي ضروري جدا، ما يقارب ملعقه صغيره مملوءه جيدا هذه. صافي بهذا الشكل ها هو غادي نكونوا خلطنا العناصر ديالنا كامله، وكتجينا في نفس الوقت الشبكيه ديالنا او العجينه ديالنا عجينه لينه جدا، ما كيكونش فيها ديك الحبيبات ديال اللوز اولا ديال الزنجلان اللي كتقطع معنا العجينه. فدابا غادي نشبر وطلع، غادي نشبر ملعقه هكذا ما يقارب ملعقه صغيره مملوءه جيدا 8 غرامات. هانتوما شوفوا معايا صافي، غادي نحطها على جنب، غادي نغطيها بلاستيك غذائي وغادي نبقى نقطع منها كرات وانا كنوراق ونعمل بلاستيك غذائي، وغنوري لكم ان شاء الله الطريقه كيفاش غادي نعمل التشباك ديال هاد الشباكيه ديال اليوم. صافي من بعد ما طلقت العجينه ديالي بهذا السمك ها هو اللي كيكون سمك رقيق شيئا ما، فغادي نقطع ان شاء الله جميع الاشرطه بنفس، نحاول يعني عيني ميزاني بنفس العرض يعني يكون سنتيم ونصف فقط من الدقيق. علاش؟ باش ما يلصقوناش مع بعضيتهم ملي نجيو نحطوهم فوق بعضهم بهذا الشكل ها هو. قليل فقط ما تكثروش بزاف، مثلا هذا الشريط الاول هكذا كيساعدنا بانه الاشرطه ما تلتصقش ببعضها. الشريط الثالث، الشريط الرابع، ثم الشريط الخامس. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هنايا كيف ما واضح في الصوره، غادي نجيب سكين وغادي نقطع الشباكيه ديالي تقريبا 5 سنتيمترات وحده بهذا الشكل ها هو، وغادي نقرصها. اول حاجه شنو غادي نعمل قبل ما نبدا في تشكيل الشباكيه؟ غادي نقرص الجوانب هكذا، واحد الشريط اللي غادي يكون في الوسط الا استعملتوا كميه كبيره من الدقيق فما عليكم الا تفزقوا اليدين ديالكم، تكون عندكم زلافه حداكم وشوج د الماء باش كتقرصوا الجوانب جيدا باش ما كتفتحش معكم. فهذا هو الشكل ديال الشباكيه كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نحطها هنا على جنب. غادي نقرص اولا قبل ما نبداو بتشكيل الشباكيه، عاد غادي نفتحوها. ملي غادي نفتحوها غادي نجيب الشريط، جوج اشرطه على الجوانب وشريط في شريط في الوسط. صافي فالعمليه سهله جدا هكذا، نحاولوا ما امكن نعوضوها شويه هيدا، ضروري ما تقرصوها مزيان باش ما تفتحش معكم اثناء القليل. الا كان عندكم شي فائض ديال العجين من الجوانب طبعا
كتزولوها. فكيف ما كتشوفوا معايا طريقه اخرى في عوض ما تعملوا اشرطه طويله، فهذه هي كذلك عمليه، كتقطعوا الاشرطه طوالين، من بعد كتعاودوا تقطعوهم هيدا يعني طول وعرض، وكتبقاو تجمعوا خمس وحدات او خمس حبات بهذا الشكل. ها هو غادي نوري لكم. مثلا انا عندي هنايا شريط، المهم اشرطه كتقطعوها صغيره، يعني كتقطعوها على شكل طول وعرض، كتجيكم سهله في الخدمه احسن. يعني الشريط الا كان طويل بزاف يقدر يتقطع معكم بالنسبه للمبتدئات اللي ما كيكونوش خفافين. مثلا عندي هنايا ها ثلاثه، الشريط الرابع هكذا، حاولوا تعملوا له شويه ديال الدقيق باش ما تلصقكمش تلصقوا لكم شي الاشرطه مع بعض. الا كانوا طبعا اشرطه طوال فكتنقصوا منهم. صافي كما كتشوف معايا اعزائي الكرام، هادو هما السنيات اللي وجدت. بالنسبه لواحد السر اللي ضروري جدا باش كيعملوه طبعا الحلويات اللي كيعملوا الشباكيه على برا، شنو كيعملوا باش كتبقى لكم السر اللي كيخلي لنا العسل ديالنا قابط على الشباكيه؟ فغادي نجيبوا الجلوكوز، مشري، فغادي نعمل ملعقتين من الجلوكوز في العسل يكون دافي واحد الشويه. الحبات ديالي كيفاش عاملين كيكونوا قاسحين واحد شويه. شوف الزيت واش سخونه. صافي الزيت ساخنه، غادي نبدا مباشره في القلي. غادي نبدا بالسميه الاولى اللي وجدت. فما شاء الله كتنفخ في اثناء القلي. غادي نزيد نقرب لكم يلا تشوفوها هانتوما كامله كتنفخ، كتجي مجعبه. غادي نخليها ان شاء الله تتحمر للوجه ديالها من تحت. بهذا الشكل ها هو، غير بشويه لانه عفوا الشباكيه ملي كتكون باقي سخونه كتكون هشيشه ضايه كتفتت معكم، غير حاولوا غير بشويه بالعقل. كل وحده نعطيوها المكان ديالها في العسل، ما تسكيوش عليها بزاف، فقط غير بالعقل. فالعسل ديالنا كيسخن لينا مباشره، غير كنخشيو فيه الشباكيه سخونه كيسخن معنا. نخليها ان شاء الله هذه هي تعسل لي على ما نقلي شباكيه اخرى. كتشوفوا معايا هذا هو طبق التقديم، وطبق التقديم النهائي من بعد ما ساليتا واخيرا صراحه فيها تمره، فكتجي صراحه شاربه العسل ومجعبه. يا سلام شوفوا معايا يعني رائعه رائعه رائعه. شوفوا كيفاش منفخه من الوسط، يعني كتجي كلها مجعبه وشاربه العسل على حقه وطريقه. هانتوما كما كتشوفوا ديك الفقاعات اللي من الداخل كلهم عامرين بالعسل، فالشكل ديالها كذلك يجي رائع رائع جدا شهوه منه. فكيف ما العاده غادي نفتح معكم ان شاء الله وحده باش تشوفوها كيفاش عامله من الداخل. هانتوما هي كتجي صراحه ولا اروع، خطيره جدا. فاللي عجب الفيديو حاولوا توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، فارطاجيوه بين الاهل والاقارب، كذلك مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده بيناتكم لانه رمضان قرب. وما بقى لي نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، وعواشركم بركه والى فرصه قادمه ان شاء الله. باي باي.